الأربعاء 6 فبراير 2019، برج الحمل. مهنياً تجد الدعم النفسي والمعنوي والمادي من الأهل والأصدقاء في مشروع أنت على وشك البدء بتنفيذه. عاطفياً انسجام جيد في علاقتك العاطفية مع الشريك أو الحبيب، وخلاف حول الأسلوب المتبع للتخطيط للمستقبل، برج الثور. مهنياً نجاحك المهني يتطلب اليوم التأقلم مع أصدقائك في العمل وابتعادك عن حب السيطرة والتعالي. عاطفياً ترفض اليوم أن تعيش أمراً عاطفياً يتناقض مع العقل، وتميل في سلوكك العاطفي إلى الواقعية وتبتعد عن الأحلام البعيدة عن التحقيق. برج الجوزاء. مهنياً تزداد مسؤوليتك وواجباتك المهنية وتسير على طريق جديد من النجاح والتقدم نحو تحقيق أحد أهدافك. عاطفياً تلف حياتك العاطفية عدم التركيز، وتعيش لحظات حب ومتعة مع الحبيب ليس لها مضمون. المتزوج. خلاف مع بعض الأقرباء حول موضوع مادي، دافع عن حقك ولا تقدم أي تنازل، برج السرطان. مهنياً بعض الصعوبات البسيطة تعترض ما تريده أو تتمناه اليوم. واصل السعي في اتجاه هدفك معتمداً على الله. عاطفياً العازب تعيش عشقاً عابراً ولكنه غير قابل للاستمرار، وتضيع في متاهات الحب لفترة قصيرة. المتزوج. فرح بنجاح أحد أفراد الأسرة وتأمين مستقبله، برج الأسد. مهنياً تسيطر اليوم على أمر طارئ كان يعكر وصولك إلى هدف مهني تعمل من أجله. عاطفياً يقف الشريك أو الحبيب بجانبك اليوم في حل أزمة مالية وينقذك من نتائجها السلبية، فتزداد علاقتكما العاطفية قوة، برج العذراء. مهنياً تكون اليوم أمام تفوق مهني وتلقى مساعدة غير متوقعة تساهم في تحسين ظروفك المادية والعملية. عاطفياً يوم عاطفي ممتاز، حيث تعيش مشاعر دافئة وأحاسيس رقيقة مع الطرف الآخر تجعلك تحلق في سماء الحب، برج الميزان. مهنياً تبدأ مرحلة جديدة من النجاح، وتجد أمامك آفاقاً جيدة لتحقيق جزء كبير من طموحك المهني. عاطفياً تحدث اليوم أمور غير متوقعة تغير حياتك العاطفية إلى الأفضل، ويكون لها وقعاً إيجابياً في حياتك العملية والاجتماعية، برج العقرب. مهنياً تواجه اليوم أمراً معقداً من حيث الشكل والمضمون، وتتعامل معه بواقعية وحكمة، وتنجو من دفع ضريبة أخطاء لم ترتكبها. عاطفياً تعيش اليوم حياتك العاطفية بنجاح، وتغير أسلوب تعاملك مع الطرف الآخر إلى الأفضل، وتفتح أمامك أبواب التفاؤل، برج القوس. مهنياً تواجهك اليوم بعض الصعوبات في عملك، ولكنك ستجتازها بنجاح وبأقل مجهود بفضل ذكائك وحكمتك. عاطفياً تعيش اليوم الهدوء والسلام الداخلية من خلال علاقتك العاطفية الناجحة، ويساهم الحبيب أو الشريك بذلك، برج الجدي. مهنياً تبدأ مرحلة جديدة لتأمين مستقبل مهني ومادي مزدهر قائم على التخطيط الناجح والعقلانية. عاطفياً يبرهن اليوم الشريك أو الحبيب على عمق العلاقة التي تربطه معك، ويقف معك بقوة في أمر يتعلق بتحقيق جزء من طموحك، برج الدلو. من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنانة ناهد يسري، والفنانة نادين نسيب نجيم، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنانة زينب العسكري، والفنان إلياس مؤدب. مهنياً تشعر اليوم بالسعادة، وتقرر تخطي جميع التراكمات السلبية التي تتناقض مع أهدافك وطموحك. عاطفياً تتعزز علاقتك العاطفية، وتشعر في أعماقك برغبة قوية للقيام بشيء غير تقليدي من أجل إسعاد الشريك أو الحبيب، وتنجح بذلك، برج الحوت. مهنياً تبتسم لك الدنيا، ويقف الحظ بجانبك، وتنجح هذا اليوم بأي عمل تقوم به.
عاطفياً، تعيش اليوم حالة من الاندماج العاطفي والاستقرار النفسي في طريقك إلى بناء حياة عاطفية غير تقليدية.